شرفنا اليوم بزيارة السيد نائب محافظ نينوى، وتم التباحث حول الأوضاع في محافظة نينوى ومناقشة المعوقات والتي تواجه المواطن. وتم في خلال هذه الزيارة بحث الكثير من الأمور التي تهم محافظة نينوى وما يتعلق منها في وضع حقوق الإنسان. ووعدنا السيد النائب بتذليل بعض العقبات التي تقع ضمن صلاحية المحافظة، ومن هذه الأمور تسهيل إجراءات بعض المواطنين في بعض الدوائر الخدمية في المحافظة التي من المؤمل أن تتحسن في القريب العاجل إن شاء الله.